ونتمنى ان شاء الله الفضل لله ولكم انتم اللي لا هذا الوباء حتى و ايه ورا عليك قالك صوروها سيدي ورا الوكالات حييكم جميعا بتحية السلام. قلت في اقرب وقت وانتم معنا في الماضي واليوم تقوم الجمعية بدور فعال من خلال صنع هذه الصورة المؤثرة للعمل التضامني المعبر عن لحمة الأمة الجزائرية، فقد ساهمت الجمعية بتبرعات تمثلت في مواد وأجهزة تستعمل في مكافحة هذا المرض. إن توزيع هذه الحقائب الطبية كما سيبدو لكم سيكون مقياسه الحاجة الإنسانية الماسة لمثل هذه الحقائب، ونحن نعمل بما تقدمه ما يقدمه الأطباء، لأننا نحن في خدمة الطب وفي خدمة الأطباء من ناحية الإنسانية العالية.